السادة الوزراء المحترمون، سيدات والسادة النواب المحترمون، نلتقي مجددا في جلسة الأسئلة الشفهية والتي تتضمن جدول أعمالها 20 سؤالا شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة، وذلك طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر. ونستمع الآن إلى المراسلة التي توصلت بها الرئاسة، فليتفضل السيد الأمين الجلسة بعرضها عليكم، مشكورا. شكرا سيدة الرئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توصلت رئاسة مجلس النواب بالقرار رقم 914 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 28 من ذي الحجة 1433 الموافق ل 13 نوفمبر 2012، والذي يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة بدر الدين عرشان ومصطفى مكول والعربي الغازي والبشير العوني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية تفلت روماني إقليم الخميسات، وأعلن على إثر انتخاب السادة أبو عمرو تغوان وحسن الفلالي والحول إلى أعضاء بمجلس النواب. وتوصلت رئاسة مجلس النواب بمراسلة تحت رقم 01398 بتاريخ 29 ذو الحجة 1433 موافق ل 24 نوفمبر 2011 من السيد رئيس الحكومة، يخبر فيها بدعوة السيد عمر خفيف. سيد عمر خفيف وكيل لائحة ترشيح المقدمة بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الاقتراع التشريعي الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 إلى شغل المقعد الذي كان يشغله سيد مبارك النوخي بمجلس النواب. كما توصلت الرئاسة كذلك بمشاريع قوانين، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 58-12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كما وافق عليه مجلس المستشارين. أيضا مشروع قانون رقم 39-12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية كما وافق عليه مجلس المستشارين. مشروع قانون رقم 85-12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 51-301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 الموافق ل 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين. وتقدم نائبات ونواب من فريق العدالة والتنمية بمقترحي قانونين، يقضي الأول بتعديل مادتين 6 و 28 من القانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ويقضي الثاني بتعديل مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 97 المتعلق بمدونات الانتخابات. أيضا توصلت رئاسة مجلس النواب ب 64 سؤالا شفويا، 64 سؤال كتابي، وتم سحب سؤال شفوي كما تم تحويل سؤال شفوي إلى سؤال كتابي. وتوصلت الرئاسة برسالة من السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يخبر فيها ما يلي: نظرا لالتزاماته بتقديم ثلاثة مشاريع قوانين أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، يشرفني أن أبلغكم طلب السيد وزير الاقتصاد والمالية بتقديم السؤال الشفوي الوحيد الموجه إليه والمدرج في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 في بداية الجلسة. كما أخبركم بطلب السيد وزير التجهيز والنقل بتأخير إدراج سؤالين موجهين إليه إلى آخر الجلسة، نظرا لالتزامه بتقديم ثلاثة مشاريع قوانين أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب. نظرا لالتزامات حكومية طارئة، أخبركم بطلب السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتأخير تقديم الأسئلة الموجهة إليه مباشرة بعد قطاع الصناعة التقليدية. كما أخبركم بأن السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سينوب عن السيد وزير التربية الوطنية
في الإجابة عن السؤالين الشفهيين الموجهين إلى قطاع التربية الوطنية، وعليه ألتمس منكم إدراج السؤالين مباشرة بعد قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. كما أخبركم بأن السيد وزير الصحة سيتولى الإجابة عن السؤال الموجه إلى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني، وعليه ألتمس منكم إدراج السؤال الموجه إلى قطاع التشغيل مباشرة بعد قطاع الصحة. شكرا لكم. الترتيب عندكم السيدة، ولا نعود نعطيكم الترتيب فعلا. ويصبح الترتيب على الشكل التالي. إذن قطاع الاقتصاد والمالية غادي يكون هو الأول إن شاء الله، يلي قطاع الصحة، ثم قطاع التشغيل الذي سيتولى الإجابة عنه السيد وزير الصحة بسؤال واحد، فقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ثم قطاع الشؤون العامة والحكمة، وقطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يلي بعد ذلك قطاع التربية الوطنية، قطاع الشؤون الخارجية والتعاون، قطاع الصناعة التقليدية، قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وننتهي إن شاء الله بقطاع التجهيز والنقل. شكرا سيدي. شكرا سيد نائب. حضرات السيدات والسادة، تجدر الإشارة إلى أن البرلمان مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية سيعقد جلسة عمومية تخصص للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، وتأكيد تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، بدءا من ابتداء من الساعة 5 من هذا اليوم.